وينضم معنا من منفذ سلوى مراسل الإخبارية الزميل صالح المري. أهلا بك صالح. كما هو المعتاد، كيف تسير إجراءات دخول الحجاج القطريين، وهل من حصيلة جديدة للأعداد بخلاف ما ذكرناه في الخبر؟ نعم، وسط جهود كبيرة تقدمها الجهات العاملة هنا في منفذ سلوى لخدمة ضيوف الرحمن القادمون من دولة قطر، توافد عدد من الحجاج اليوم، ومع اقتراب موسم الحج تزداد الأعداد، حتى وصلت حتى هذه اللحظة إلى 780 حاج، جميعهم تم إنهاء إجراءاتهم والآن غادروا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. جميع القطاعات هنا في منفذ سلوى تسعى لخدمة الحجيج. أيضا بعد إنهاء إجراءاتهم من المنفذ، يتم أيضا خارج المنفذ هناك بعض الجهات العاملة كوزارة الحج وهيئة الترحيب بقدوم الحجاج، تستقبل الحجاج القطريين وتقدم لهم كافة الخدمات والتوجيهات التي من شأنها خدمتهم، وأيضا توجد إحدى المكاتب المتخصصة بالحجوزات لتقديم لهم كافة التسهيلات والتأكيد على حجوزات السكن في حال رغبوا في المبيت في الأحساء والمقادرة برا أو عن طريق الجو من خلال مطار الأحساء الدولي أو عن طريق مطار الملك فهد الدولي. نعم صالح. طيب، ما هي أبرز الخدمات المقدمة للحجاج القطريين؟ كيف هي انطباعاتهم بعد أمر خادم الحرمين الشريفين حتى هذه الساعة؟ الملاحظ هنا في منفذ سلوى أن الإجراءات سلسة وسريعة، لا يتم أخذ بضع دقائق حتى يتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحجاج القطريين، سواء هنا في الجوازات الذين نتواجد في مبناهم الآن أو حتى في الجمارك أم كافة القطاعات، قطاع الصحة. وأيضا تواجدت إحدى شركات الاتصال التي تمنح المواطنين القطريين الحجاج القادمين شرائح مجانية تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم كافة التسهيلات للحجاج القطريين. والانطباع طبعا إيجابي من الجميع، الجميع يشيد بالجهود المقدمة ويثني عليها، وهذا ديدا جميع القطاعات العاملة هنا في منفذ سلوى. لا شك في ذلك. زميلي صالح المري مراسل الإخبارية كنت معنا من منفذ سلوى، سنكون متواصلين معك دائما وأبدا حتى نهاية تغطية دخول حجاج القطريين إلى المملكة. شكرا جزيلا صالح.